سبايدر مان، دكتور سترينج، إيتيرنالز، لايتير، كلها أفلام ما انعرضت خلال 5 سنوات اللي راحت، ودايم مع كل فيلم الناس تنتظره تطلع إشاعات المنع، مثل الكلام اللي صاير على باربي. فوش سالفة منع الأفلام وعلى أساس الفيلم ما ينعرض عندنا؟ عشان ألخص لك موضوع المنع، فالفيلم يمر على 3 مراحل: الاستوديو اللي مسوي الفيلم مثل فيلم أوبنهايمر، أنتج استوديو يونيفرسال، ثم موزع ماجد الفطيم كمرحلة ثانية. وغير الفطيم عندنا أكثر من 11 موزع. فالموزعين دورهم إنهم يوزعون الفيلم على السينمات ويحددون متى بيعرض وهل بيعرضون الحين أو والله بيأخرون شوي بالاتفاق مع الاستوديو. بعدها يروح الفيلم للهيئة، وهم اللي يحطون ملاحظاتهم في حال كان عندهم تعديلات على الفيلم، ويسمحون للفيلم إنه يدخل للسعودية. فاللي يعطي الملاحظات في الهيئة هم مجموعة مراقبين متخصصين في صناعة الأفلام، ومسؤوليتهم إنهم يحددون الجزئيات اللي تتعدل والتصنيف العمري المناسب. فتجيهم الأفلام بوقت عرض محدد وبوقت كافي من تاريخ إصدار الفيلم، وبصيغة تضمن الفيلم ما يتسرب. فيتناقشون في الملاحظات ويرفعون تقرير ويتعمد ويرسل للموزع والاستوديو، وتتم كل هالعملية في أقل من 24 ساعة بس. فهم يحرصون التعديلات والقصقصة تكون ممتازة وغير ملحوظة المشاهد عشان ما تخرب التجربة في السينما. عشان كذا هذه الملاحظات يعطيها الموزع للاستوديو، ثم هو بنفسه يعدل عليها، مثل اللي صار في هاللقطة. الاستوديو نفسه اللي عدل عليها مو بالهيئة، وأرسل لنا نسخة جديدة مخصصة للعرض عندنا وعند الدول الثانية اللي نشترك معهم في نفس الموزع، وبكذا قدروا يحافظون على القصة وما تخرب التجربة في السينما. فاللقطات اللي تنحذف وما تنقبل عندنا أبد هي اللي فيها مشاهد الشذوذ الجنسي والإساءة للدين والمشاهد الإباحية، أما الأمور الثانية فهي ما تنحذف لأن بيحدها التصنيف العمري. فكل دولة تصنف الأعمار حسب قوانينها ومعاييرها الاجتماعية وحسب رقابتها. في فيلم The Northman انقص منه بالسعودية مشهد إباحي كان بالنص، ونعرض بتصنيف فوق 18 سنة. والكويت انقص منه زيادة على اللي عندنا وحذفوا أهم مشهد اللي كان نهاية الفيلم وصنفوه فوق 18 سنة. وعلى عكس الكويت والسعودية فهو في الإمارات انعرض كامل بدون أي تقطيع تحت التصنيف الجديد اللي عندهم واللي هو فوق 21 سنة. Buzz Lightyear, that new the new film, yeah. has the gay kiss as you is required in a children's film. ستيسي قد يكون من الداعمين للعابرين جنسيا. واللي خلى كل هالأفلام إنها تمنع عندنا عند الدول الثانية هو اللقطات والشخصيات الشاذة جنسيا اللي رفضت وقتها الاستوديوهات إنها تعدلها أو حتى تحذفها. فهي حتى بالتصنيف الجديد اللي في الإمارات ما يسمح لهذا النوع من الأفلام إنه يعرض. وهذا بالضبط اللي خلى فيلم الأوسكار الأخير Everything Everywhere إنه يمنع عندنا في السعودية وفي الكويت وبعد الإمارات. أما على فيلم باربي فالهيئة شاركوا ملاحظاتهم وتعديلاتهم الموزع عشان يشارك فيها الاستوديو، وتقرر عرضها هالأسبوع بتاريخ 10 أغسطس بعد ما كان مؤجل لين 31 أغسطس، لأن للحين مو واضح التعديلات اللي طلبوها، هل هي كانت على مشاهد الشذوذ الجنسي ولا المشاهد الإباحية ولا الإساءة للدين.